الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، دكتورة أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، استشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والتكاثر، عضو الجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم مهم جدا هو تأخر الإنجاب. كلمة وقعها تقيل، فما بالكم لما أقول إن وقعها تقيل عليا وعليكم في ملك الحمل والتقل على الأسرة، على البنت اللي متجوزة وحلمها يكون أمومة، إنها تكون أم. والموضوع عند الستات أكبر بكتير من عند الرجالة، ولأن في بعض الرجال عندهم حلم الأبوة عالي جدا، لكن كل الستات بلا استثناء حلم الأمومة عندهم حلم غالي. لما يتحرموا منه نسبيا أو جزئيا لفترة من الزمن، هذه الفترة بتكون عصيبة جدا عليهم. في الوقت ده بيبقى حلمهم إن هم يلاقوا حلول. الحلول دي بتكون في منظومات، المنظومة دي هي منظومة التعامل مع تأخر الإنجاب ومنظومة العلاج به أو حل المشكلة، سواء بأطفال الأنابيب أو الحل المجهري. الكابلز دول مش كابلز مرضى بالمعنى المفهوم للمرض، يعني لهم عندهم مشكلة في القلب، ولا عندهم مثلا مشاكل في الضغط، ولا عندهم لا قدر الله جلطة، ما عندهمش مشكلة طبية اللي هي مشكلة إمرجنسي، فبنقول عليهم كابلز. هم مرضى، أنا في رأيي طبيا لازم يتحطوا تحت عنوان المرض، لانهم بتفحصوا فحصوا بيتعامل معهم كل البروتوكولات الخاصه بالمرض، لكن في الاخر هم عايزين يكونوا اب وام. المشكله عندهم احساسهم احيانا بان الامل قد يكون بعيد في بعض الاحيان او قد يكون صعب. المنظومه اللي بيتعاملوا معها هي اللي بتفرض عليهم او بتديهم هذا الامل. إحساسهم بالاطمئنان للمنظومة اللي بتعمل فيها أقصى جهد ممكن من ناحية الكاونسلينج، الاستشارة والكشف الطبي، التعامل مع التاريخ، التعامل مع الحالة المرضية بشكل فيه من الاحترافية الكاملة، أيضا التجهيزات الموجودة في المكان بالكفاءة المتناسبة مع إمكانية إعطائهم أمل بشكل جدي وحقيقي. ده كله هنفهمه وإحنا بنتكلم عن واحدة من القلاع العلمية الموجودة في مصر، المركز المصري لأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب. بلا شك فخر لينا أن يكون الحوار عن المركز المصري، وأكيد الفخر بيبقى موصول لما يكون ضيفتي العزيزة واحدة من قمم عالم تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب والحقل المجاري في مصر وفي الوطن العربي، ضيفتي العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب بالمركز المصري، صاحب الدكتوراه أمراض النساء والتوليد، واستشاري الموجات الصوتية أمراض النساء والتوليد، وعضو جمعيات الأوروبية للخصوبة والتكاثر الإنجاب، والجمعية الدولية للموجات الصوتية لأمراض النساء والتوليد، والجمعية المصرية للخصوبة. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك. سعيد جدا بهذه الزيارة العظيمة كالعادة. ميرسي لحضرتك. عايزة أتكلم الأول عن كلمة تأخر الإنجاب، وقعها تقيل قوي على نفسية الكل. المرضى بيكون جاي لك، أنا في رأيي أنتوا أكيد عندكم استشاري نفسي كمان. ده حقيقي. هو تأخر الإنجاب التعريف بتاعه أن يكونوا زوجين عايشين مع بعض بشكل متواصل ومش بيستخدموا أي موانع لمدة 12 شهر أو أكثر. فاللي بيحصل طبعا ان هنا في مصر الناس بتقلق، وموضوع الانجاب وموضوع الحمل ده حاجه مهمه قوي، فبيبتدوا يقلقوا من بدري جدا. احنا لو عارفين ان هو ده التعريف المفروض ان احنا ما نقلقش وان احنا نصبر، الا طبعا في حالات معينه لما بيكون معروف ان في مشكله واضحه تاخر الانجاب. دي الحاله اللي انا بقول لهم لا، ابتدوا افحصوا وابتدوا دوروا قبل 12 شهر، لكن غير كده هو 12 شهر يعني علاقه زوجيه مستمره بدون اي موانع، بعديها نقول ان الزوجين دول عندهم تاخر في الانجاب. ستات كتير بيقولك
في توقيت غريب يعني زي السؤال يعني متى نذهب دي مهمه مهم جدا. لو الامور كلها في التاريخ المرضي بتاع السيده ما فيهوش اي حاجه يعني تلفت الانتباه، يعني دوره منتظمه، ما عملتش اي عمليات سابقه في بطنها، فتحت بطنها، عملت اي عمليات قد تؤدي الى التصاقات، سنها صغير، ما فيش اي امراض ممكن تاثر على الحمل زي السكر او الغده الدرقيه، الحاجات اللي هي ممكن تلخبط التبويض او تلخبط الحمل، يبقى هي يعني بنسبه كبيره الامور مطمئنه وتنتظر انها تطمئن على نفسها بعد 12 شهر. الا لو هي قلقانه هيبقى فحص عند الدكتور نسا اطمئنان عادي على ان الامور طبيعيه، يعني ان في تبويض، ان في رحم تمام، ما فيش مشاكل واضحه تاخر ده. والحاجه اللي سهله قوي نعملها برضو التحليل السائل المنوي بالنسبه للزوج، دي حاجه سهله قوي لاي زوجين، واعتقد ان هي بقت من ضمن الشروط لاتمام الزواج ان في شويه فحوصات بتتعمل قبل الزواج. اسهلهم هو التحليل السائل المنوي، الزوج بيسيب عينه في معمل عنده شويه خبره في فحص السائل المنوي، بنطمئن ان هو عنده العدد الكافي والحركه الكافيه، فالحاجتين دول مع بعض بيخلوا الزوجين دول يطمئنوا ويعرفوا ان الامور تمام. الوضع بقى مختلف لسيده العمر اكبر، يعني 35 او اكثر، او في حاجه واضحه في التاريخ المرضي بتاعها، الدوره غير منتظمه، عامله عمليات سابقه في المبيض مثلا، شايله اكياس في المبيض، معروف ان هي عندها بطانه مهاجره، عامله عمليات حصل فيها مضاعفات زي زايده مثلا، حصل فيها انفجار او التهاب بريتوني، حاجات واضحه كده تقول يعني تعرفنا ان قد يكون في مشكله. الزوج نفس الكلام، تعرض لحاجه قد تؤثر على الخصيه وعلى تصنيع الحيوانات المنوية، او هو عارف ان في مشكله. دول طبعا لازم يبداوا يستشيروا الطبيب او المتخصص بدري شويه بعد الزواج. السؤال، ايه اسباب تاخر الانجاب؟ يعني الاسباب الاساسيه المشهوره عند الزوجه ان في خلل في التبويض، ان التبويض مش مظبوط مش منتظم، من اشهرهم طبعا متلازمه تكيسات المبيض، او ان يكون هي مخزونها قليل فالتبويض بتاعها ضعيف، يكون في مشاكل في الانابيب، قناه فالوب حصل فيها اي انسداد نتيجه لاي التهابات، عمليات اتعملت قبل كده، الرحم فيه حاجات يعني مشكله جامده زي ورم ليفي كبير داخل جوه تجويف الرحم. وبالنسبه للزوج طبعا هو ضعف الحيوانات المنويه، او عددها قليل، او حركتها ضعيفه، او الاشكال التشوهات فيها عاليه، او ما فيش حيوانات منويه خالص، لان في سواء مشكله في توصيل الحيوانات المنويه من الخصيه للخارج، او الخصيه نفسها مش بتصنع حيوانات منويه نتيجه لمشكله ما. دي الحاجات المشهوره. في حاجات عندنا اجتماعيه الحقيقه، يعني احنا مشهور قوي عندنا بالذات في الصعيد ان الازواج بيسافروا، مش موجودين سنين طويلة، الزوج مسافر وبيجي شهر في السنة، دي طبعا مشكلة كبيرة، لأنه يعني الاستمرارية في المحاولة والاستمرارية في العلاقة وهي مش بتيجي من شهر واحد، وإن احنا كل شهر بنحاول فيه كل ما الفرص بتزيد، فدي حقيقي مشكلة بنشوفها في كتير من عيانينا، إن ظروف العمل أو الظروف الاجتماعية بتخليهم مش متواجدين مع بعض. يعني الأطفال الأنابيب والحقن المجهري، الناس كتير بتتلخبط بينهم. الحقن المجهري بتهيألي خطوة ليها إنديكيشن بالظبط، هما الاثنين بيقعوا تحت مسمى الاخصاب المعملي، لكن الحقن المجهري بنستخدمه اساسا لما يكون في مشكله عند الزوج، الحيوانات المنويه قليله ضعيفه، فاحنا بالميكروسكوب المخصوص بنختار الحيوان المنوي اللي شكله كويس اللي متحرك حركه كويسه وبنحقنه، بنحقن واحد في كل بويضه، فده بيتطلب يعني ميكروسكوب مخصوص وبيتطلب خبره خاصه للزملاء في المعمل اخصائي الاجنه. اطفال الانابيب بتستخدم لما يكون مشكله اساسا في قناة فالوب أو عند الزوجة من التبويض، لكن أنا عندي تحليل سائل طبيعي وسليم وما فيش فيه أي مشكلة. في بعض الحالات زي التأخر غير معلوم السبب، ودي حوالي 10% من الحالات، الحالات دي بنفضل إن احنا نعمل حقن مجهري برغم إن ممكن السائل يبقى طبيعي والبويضات طبيعية، لكن لأنه ما فيش سبب معروف، فأحيانا السيدات دول نسبة الإخصاب فيهم بتبقى قليلة، فبنفضل إن احنا نعمل حقن مجهري، إن احنا نحقن برضو الحيوان المنوي جوه البويضة.
السؤال دايما الناس بتسألك حضرتك عليه، خطوات الحقن المجاري بتمشي ازاي؟ اول حاجه ان احنا نقابلهم ونتكلم معاهم ونفهم منهم التاريخ المرضي بالتفصيل، ونفحص نشوف كل الفحوصات اللي هم عملوها، اي تحاليل بالذات هرمونات بالنسبه للسيده يهمني قوي، الهرمونات اللي بتعرفني مخزون المبيض بتاعها اخباره ايه، وحصل تطور كبير في التحاليل فدلوقتي بقى في تحاليل دقيقه اكتر بتتعمل في اي يوم من الشهر، مش لازم في ايام معينه، دي بنعتمد عليها بدرجه كبيره جدا. طبعا الفحص والموجات الصوتيه بنعتمد عليهم بدرجه كبيره جدا، لان انا بقدر اطمئن على الرحم، على تجويف الرحم، على بطانة الرحم، بقدر اطمئن على البويضات المبيض وعدد البويضات اللي فيها، هيحصل استجابة كويسة ولا الاستجابة هتحتاج نوع معين من البروتوكول عشان يحفز المبيض. ممكن اطلب لو ما كانتش لسه تأكدت ان الانابيب فيها مشكلة، اطلب فحص للانابيب سواء بالأشعة بالصبغة او بالفحص بالموجات الصوتية في العيادة، وتحليل السائل المنوي. دي الحاجات الأساسية اللي احنا بنطلبها او نحب ان احنا نطلع عليها. فحصناها وشفناها ووجدنا ان في مشكلة في حاجة من دول، والأهم بقى في كل ده هو سن السيدة، سن الزوجة هو ده العامل الأساسي. فلو هي صغيرة في السن والأمور باينة إنها سليمة ممكن ننتظر شوية، لكن لو ابتدى السن يعني عدى 35، مدة الزواج طالت جدا، في سبب واضح يأخر الإنجاب زي التصاقات شديدة في الأنابيب، زي مشكلة في التبويض وحاولت كذا مرة تاخد منشطات وتتابع تبويض وبرضه ما حصلش حمل، مشكلة واضحة جدا في التحليل السائل المنوي انه ضعيف لا يستجيب للعلاج، مفيش حيوانات منويه ومحتاجين ناخد عينه خصيه، خلاص بيبقى واضح ان الزوجين دول محتاجين يعملوا اطفال انابيب. حددنا ان هم محتاجين، بنقرر ايه البروتوكول اللي هياخده، هل هو هيبقى بروتوكول طويل ولا بروتوكول قصير، جرعه الحقن اللي هديها بتعتمد على سنها، على وزنها، على مخزون المبيض بتاعها، وبنبدا اول استشاره او اول فحص ان احنا نطمئن ان البيز لاين بتاعنا الاساس كده تمام، وبنبدا يعني خطوات التنشيط بتاخد كذا خطوه، متابعه التبويض طبعا دي اساسيه، بيبقى في حوالي 3 او 4 زيارات للمركز لمتابعه حجم البويضات وتطور البويضه، وممكن نعمل مع الزياره دي تحليل الدم. وصلنا للزياره اللي بان فيها ان البويضات حجمها تمام، انه عددها كويس، بندي حقنه بتخلي يحصل تبويض، و36 ساعه بعد الحقنه دي بنحدد ميعاد سحب البويضات. ده اجراء بسيط بيتم في اوضه العمليات ببنج بسيط بتفوق منه على طول وبتروح في نفس اليوم عن طريق الموجات الصوتيه المهبليه، بيبقى في ابره بتخش جوه كل حويصله فيها البويضه، بنسحب السائل، المعمل بيفحص السائل ده وبيقول للدكتور او الدكتوره اللي بتعمل السحب انه البويضه دي او الحويصله دي فيها بويضه، فبندخل ونسحب كل بويضه احنا شايفينها قدامنا بالموجات الصوتيه. خلصنا السحب، المعمل بيقوم بدوره بيفحص البويضات، يعني بنسميها ان هو بينظفها، بيشيل كل الخلايا اللي حواليها، بيحقن كل بويضه بحيوان منوي اللي هو الحقن المجهري تحت الميكروسكوب المخصوص، وتاني يوم بيبان اذا كان حصل اخصاب ولا لا. هنا المعمل مع الطبيب بيحدد ايه اليوم اللي هنرجع فيه الاجنه، وهنا مش لازم ان احنا نرجعه في يوم معين، على حسب استجابتها، على حسب حدد الاجنه اللي موجوده، على حسب سنها، على حسب هي عملت محاولات قبل كده والمحاولات دي مش الدنيا مشيت ازاي فيها، يعني نجحت انها توصل لليوم الخامس بننتظر لليوم الخامس، لا كان في توقف عند اليوم الثالث بنفضل ان احنا ننقل بدري ما نستناش. في الكام يوم اللي المريضه السيده ما بين السحب وما بين نقل الاجنه بتاخد مثبتات، بتحضر البطانه لاستقبال الاجنه، وفي يوم النقل او يوم الزرع او يوم ارجاع الاجنه بنتفق مع بعض، بنكلمها بنشرح لها هي والزوج في كام جنين متخصب، جودتهم ايه، عدد الخلايا المنقسمه، عندنا أجنة نقدر نجمدها ولا لا، وبيتم إرجاع الأجنة بأسطرة رفيعة. أنا كنت شايفة في فيديو بيوري عملية الإرجاع، الإرجاع بيبقى إجراء بسيط من غير يعني من غير بنج ومن غير في الأوضة عادية، الأسطرة رفيعة بتنقل الجنين وبيبقى محطوط في سائل كمية بسيطة جدا، ممكن الإجراء ده أعمله وأنا بالموجات الصوتية ببقى شايفة، وممكن من غير على حسب خبرة الدكتور وهو متعود على ايه. بعد الارجاع بننصح المريضه ان هي تمارس حياتها بشكل طبيعي، مفيش اي داعي ان هي ترقد في السرير وما تتحركش، بالعكس عشان نفسيتها بنحب ان هي تتحرك عادي وتمارس حياتها طبيعي، بتمشي على المثبتات اللي احنا نصحنا بيها، وبتعمل اختبار الحمل بعد اسبوعين وبتبلغنا طبعا، وبنديها التعليمات بقى ما بعد الاختبار. في كلام او حوار
عن نسب النجاح، بحسه ان حوار كوميرشال، حوار تجاري، ويختلف تماما عن الحوار العلمي. ففين الحقيقه؟ يعني نسمع مش عارف مين عمل ايه نسبه النجاح 95%، حاجه غير عقليه. هو هقول لحضرتك احنا بنعتمد عليه. اولا احنا كمركز مصري للاطفال الانابيب بنعتمد على الاحصائيات بتاعتنا، فاحنا كل سنه بنراجع كل الحالات، عددهم، كم واحده عملت ارجاع، كم واحدة حملت، كم واحدة ولدت. بنتابع مع المرضى بالتليفون أو بالزيارات وصلنا لحد الولادة ولا لا، ولا حصل إجهاض. فإحنا عندنا الإحصائيات بتاعتنا، فأنا لما بكلم الزوجين بقول لهم بالأرقام بتاعتنا. في كمان والإحصائيات بتاعتنا دي بنبعتها لريجستري، يعني جهة كده بتلم المعلومات كلها بتاعة أفريقيا، وبعدين أفريقيا بتبعت كل المعلومات دي لجهة في العالم كله، إيكمارت. بتلم، مفروض ان كل مراكز اطفال انابيب في العالم تبعت النتائج بتاعتها عشان احنا نقدر نقول النتائج العالميه اخبارها ايه. فاحنا بنراجع نتائجنا وبنراجع نتائج يعني اوروبا وامريكا. فبالنسبه لنا احنا نسب النجاح في المجمل في حدود 40% لكل الاعمار، عشان السن عامل مهم. فالسيده لما بتكون اصغر، لما بتكون في العشرينات، ممكن النسبه دي تبقى 45-50%. بعد سن 35 او عند 35 تبتدي تقل عن 40%. فطبعا احنا بنفهم الزوجين في الزياره الاولى بناء على كل الحاجات اللي قدامنا نسبتها المتوقعه قد ايه. دايما الكلام عن نسبه النجاح يا جماعه بيعرفني المنظومه بتتكلم علمي او بتتكلم شكل تجاري. فالعلم هو اللي احنا سمعناه، الشكل التجاري بقى اللي انتوا بتسمعوه احيانا في يعني اماكن كده ما مش عايزين نتكلم عنها. خلينا نروح لحته مهمه قوي، هي تجميد الاجنه. متى نلجا الى تجميد الاجنه؟ السيدة على حسب استجابتها وعلى حسب عمرها بنحدد هنرجع كم جنين. ودايما على فكرة بنفضل ان احنا نرجع عدد اقل من الاجنة، مش عدد زيادة من الاجنة، لان احنا بنخشى قوي من حمل التوائم. واكتر من توائم بالنسبة لنا احنا كاطباء امراض نساء وولادة يعني بتبقى مش لطيفة، وحمل مش لطيف ومشاكله كتير، والولادة المبكرة فيه عالية جدا. واحنا هدفنا ان السيدة دي حملها يبقى امن وسليم، وتروح البيت ببيبي سليم، محتاجش يدخل حضانة، محتاجش رعاية خاصة بعد الولادة. فعلى حسب سن السيدة بننقل العدد اللي احنا هنتفق عليه، وبأي حال من الأحوال لا يزيد عن 3 أجنة. بنفضل دايما ان هو يبقوا 2 أجنة، او ممكن حتى جنين واحد لو السيدة سنها صغير وحالتها ممتازة جدا. لو هي متخصب عندها أجنة اكتر من كده، طبعا بننصحها انها تجمد الأجنة. الإجراء بتاع تجميد الأجنة اصبح دلوقتي يعني التقنية بتاعته عالية جدا، بتتم بشكل سريع في المعمل. ولما بنفك الأجنة دي بالتقنية الحديثة دي، نسبة الأجنة تتأثر بالتجميد قلت جدا، يعني 5% فقط اللي بيفقدوا او يتحللوا من التجميد. فبيتبقى عندي عدد كويس ممكن السيده دي تنقل الاجنه دي في دوره تانية، سواء لو ما حصلش حمل او حملت ولدت وحابه يعني تخلف تاني، يبقى ما تحتاجش بقى انها تدخل البرنامج من اوله بالتنشيط ومتابعه التبويض وبسحب البويضات بكل مشاكل اللي ممكن تتعرض لها. دي اجنه جاهزه بنحضرها تحضير بسيط، يعني البطانه تبقى جاهزه لاستقبال الاجنه، بنفكهم. ولو الأجنة بيبان بعد فكهم الأجنة دي صالحة بنرجعها، وبتاخد نسبة ممتازة جدا إن يحصل حمل، بتقل حاجة بسيطة جدا عن لو كانت أجنة فرش أو أجنة طازة. يعني الفحص الوراثي الأجنة قيمته إيه دلوقتي؟ هو الحقيقة يعني خدمة إضافية أو تقنية إضافية زاد، يعني من الانديكيشنز أو الدوافع اللي بتخلينا نعمل حقن مجهري الفحص الوراثي. عندنا أزواج كتير بيجوا لنا، بالذات في مصر لأن زواج القرايب عالي قوي عندنا في مصر، بيجوا الأسرة عندها طفل واثنين وثلاثة مصابين بمرض وراثي لأن الأب والأم حاملين لمرض. طبعا بيجوا غالبا كشفوا كتير جدا وعدوا على أخصائي الوراثة وقدرنا نشخص، عرفنا المرض ده إيه، فبيقولنا علشان إحنا نساعدهم. وده بيتم عن طريق إنها تمر بتجربة الحقن المجهري كاملة. لكن قبل ما ننقل الأجنة
بناخد خلية من الجنين المنقسم ده، والخلية دي بتتبعت لمعمل الوراثة. الجنين نفسه بيجمد علشان ننقله بعد ما الفحص الوراثي يتم، لأن ده بياخد شوية وقت. الفحص الوراثي بيتم طبعا في معمل متخصص عارف مسبقا إيه الحالة، إيه المرض، ومجهز مسبقا الحاجات الكيماويات اللي احنا هنفحص بيها الخلية دي، فنقدر ان احنا نفحص الجنين ده ونعرف هو مصاب غير مصاب، حامل للمرض. فأنا أرجع أجنة ما عندهاش المرض الوراثي. لو السيدة دي حملت، لو الأجنة دي غرزت والسيدة دي حملت، فهي بتحمل في طفل سليم ما عندوش المرض اللي هي طبعا بتعاني منه هي وأسرتها. يعني المركز المصري قدم خدمة على مدار سنوات طويلة لأشقائنا في الوطن العربي. السياحة العلاجية في عالم أطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب احنا روادها، وما شاء الله انتوا لكم دور كبير جدا في تنميتها وتقويتها. هل تتمني انه نعمل نوع معين من التوجه من البروتوكولات؟ في اي معوقات تحب ان انت لازم تزال عشان تستمر رساله السياحه العلاجيه؟ طبعا مهم ان هم يعرفوا ان احنا موجودين، او ان مصر فيها مراكز اطفال انابيب يعني بتقدم تقنيه وبتقدم نتائج ممتازه. الميزه في مصر بالنسبه لهم انها قريبه، وانه الاسعار يعني بالنسبه لاوروبا وامريكا طبعا يعني لا تقارن. الفرق او الحكايه بتاعت العمله دي خدمت القطاع الطبي بدون شك. ومستوى المراكز ومستوى العلم والخدمه اللي بيقدموها يعني زي اوروبا وزي امريكا، فدي حاجه مهمه قوي هم يعرفوها. وطبعا احنا شفنا ده في السنين اللي فاتت مع الكوفيد ومع مشاكل الحروب المختلفه اللي في المنطقه، ودي حاجه طبعا يعني مهمه وممتازه، لان بنسهل عليهم يعني مشوار العلاج. يعني انت نورتي وشرفتي وابدعتي كعاداتك، وشكرا جزيلا على هذه الزياره وتلبيتك للدعوه. والشكر موصول طبعا لاساتذتنا الكبار استاذ دكتور محمد ابو الغار واستاذ دكتور جمال ابو السرور، وطبعا نتذكر الاستاذ دكتوره الرجاء رحمها الله بكل الخير، الدكتوره الرجاء منصور. والمركز المصري هيقدم وسيقدم ويعني تاريخ علمي رائع وحاضر علمي مذهل، ومستقبل يعني مبني على ركائز قوية جدا. فما شاء الله أنا شاكر جدا لهذه التلبية ولوجودك معنا دائما، وأتمنى أنه الجمهور العربي كله يستفيد من هذا العلم وهذا الأداء المهني الراقي جدا. ضيفتي العزيزة القمة الأمل الكبيرة الأستاذ الدكتورة منى بلغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة استشاري أطفال الأنابيب والحقل المجهري بالمركز المصري، وصاحب الدكتوراه أمراض النساء والتوليد واستشاري الموجات الصوتية في أمراض النساء والتوليد، وعضو الجامعات الأوروبية والدولية والمصرية للخصوبة وتأخر الإنجاب والموجات الصوتية. نورتي وشرفتي وأبدعتي كعادتي. أشكرك. خليكوا دايما معنا سحر.